بكرة بمراسم الزواج، لازم ركز منيح. أنا ليش هيك؟ فكر بالشي اللي ما لازم فكر فيه. أنا بعتذر نهال، بعتذر. أنت صار لك شي؟ تركيني بحالي. نهال، أنت عم تبكي؟ إيه كنت عم ببكي. ليش عاملة حالك مهتمة؟ وأنت سبب يلي خلى كل شي بحياتي يخرب. نهال، أنت ليش عم تحكي معي بهالطريقة هاي؟ إذا مو معك مع مين؟ مع مين لازم أحكي لك؟ ليش؟ شو اللي صاير؟ أنت بدك تعرفي؟ رح تقدري تتحملي؟ عن جد بدك تعرفي؟ إيه؟ قولي. نهال، ما عم صدق. ايه شو بديك؟ ما بدي احكي شي، بدي اتصرف. اذا ما بتتصرف وبتلغي اليوم حفلة زواجك من مهك، انا ما رح ارحمك ابدا. انا عم حذرك لاخر مرة، الغي زواجك من مهك، ولا تفكر انه فيك تضحك علي بهالبساطة. حبيبتي اسمعي، لا تجني هلا، لازم تقبلي هذا الموضوع ببساطة. واذا ممكن بالحفلة البسي فستان يكون كتير حلو وانيق كمان، لاني كتير حابب اخذ صورة مع بنت حماية الحلوة. ماشي، سلام. اسمعي مني بامي، مثل ما عم قلك بالحرف الواحد، فكري مرة تانية. انتي لازم تراجعي قرارك بتزويج ابنك اجي من مهك. مثل ما عم قلك يا روحي، في شي عم بصير بين مهك والاستاذ شوريا كنا. انا شفتن ومتأكدة من هالشي منيح. انا شفتن بعيني من شوية، اتنيناتن واقفين وماسكين ايدين بعض بالشارع وعم بيسلموا على بعضن كمان. ومو بس هيك، لا، اتنيناتن كانوا عم يتطلعوا بعيون بعضن البعض ومبسوطين. يعني مستحيل يغلطوا كل العالم بحق مهك. حياتي فهمي علي، بالاول هي انفضحت على التلفزيون وبعدين علقوا صورها بالشوارع. وبتعرفي شو كمان؟ حاسسني قلبي إنه شوريا كنا غالباً كان عم بروح على بيته. حبيبتي بامي، أنا بظن إنه في شي ما إنه مزبوط بهذا الموضوع، وبكرة بتشوفي. ما لازم نخبي عنه، تعال حبيبي، يلا كملي اللي كنتي عم تقولي. شوفي شو بدي قلك حياتي بامي. صح انه انا بعتبرها لمهك مثل بنتي، بس كل شي لحاله، انا ما بقارنها فيكي. تخيلي انتي قرايبتي من جهة بيت احمى سونال، ولهيك من واجبي اتأكد انك صرتي بتعرفي كل الحقيقة. لهيك انا بقترح عليكي اقتراح انه تسمعي مني، ومثل ما عم قلك تعملي، الغي عرس ابنك ومهك قبل فوات الاوان. وليكي لقلي كانت وحده شايفه حالها كتير، وما رح تقتنع ابدا انه الشاب المليونير الاكابري الحلو شوريا كنا عم يضحك ويتسلى ببنتها مهك. بقى لهيك عملي اللي فيه مصلحه ابنك وبس. ما معنا غير 24 ساعة، العرس بكرة. العرس مين؟ زواج الكبيرة بعيلتنا، مهك. أهلين ماما، كيفك؟ شوفي، انت شخص دايما بتكون مشغول بالشغل وهامل حالك، بس هاي الايام انت ضايع بافكارك، وهالشي ما بيصير الا وقت الواحد بيكون يا اما قلقان من شي يا اما حابب.
لهيك بدك تقول انت قلقان ولا واقع بالحب؟ ماما انت شكلك عم تحضري كتير افلام، يعني مو ممكن مثلا ان يكون عم فكر بالشغل شوي؟ استاذ في ناس بدهم يشوفوك، مو اخدين موعد بس قال ضروري. هدول العالم اغنياء كتير، في مدخل حديقة ومسبح برا، وكمان شوف من جوا ما أحلى، في كتير شغلات غالية. ماما هلأ بيجي شي حدا حطيها محلها. أنا بظن إنه هدول الأملاك حقهم أكتر من ملايين. إيه باين عليهم إنه بيحبوا كتير التباهي، واضح هالشي، اشتروا كل شي بمصاري غيرهم. انت قلي لي شغله واحده بس، ليش اجيتي لهون؟ ليك اسمع، لازم تضل مع مهك طول حياتك، على القليله انت استفاد من اللي عم تتواصل معه. ابني تعرفون لهالجماعه؟ مرحبا مدام، انا بامي من المعجبين بشوريا والفائزه بسيده دلهي، مسابقه انعملت بمدينه دلهي، وهذا بيكون ابني الوحيد اجي. وأنا من بكرة رح كون حماتها لمهيك، وهي حتصير كنتي مدى الحياة. بكرة حفلة المراسم إلا أولى مهيك. مهيك رح تتزوج عن جد؟ إيه، نحن حكينا بالموضوع من شهرين وحددنا الزواج مبارح. يعني ليش إجيتوا لهم؟ نحن إجينا لحتى نعزمك على العرس. بس هي أول مرة منلتقى فيها، ونحن ما منعرف بعضنا منيح، وما وصلتنا من عيلة مهيك أي عزيمة. هن ممكن انه ما يعزموك، يعني مثل ما بتعرف هدول جماعة كتير بسيطين وما بيعرفوا شي، وبما انه مهك قريبة كتير منكن يا جماعة، وانتو حتى بتزوروا بيوت بعض، لهيك انا فكرت اجي لهون واعزمكن تجوا. استاذ انا ما بدي اياك تتضايق، انا رح احكي ورح كون صريحة، بس يعني مثل ما بتعرف استاذ الناس اللي بمنطقتنا لسه عم بيحكوا لهلا عن اللي صار بينك وبين مهك، وكمان في ناس سيئين كتير علقوا صور بالحارة، وانا ما بدي اي حدا يجيب سيرة كنتي مهك بالعاطل، وخصوصي بعد ما تتزوج من ابني. ليكوا يا جماعة اذا بتحضروا على انكم ضيوفنا، وقت الكل رح يفهم انه مهك وشوريا كانوا مجرد رفقات وبس، ومو اكتر من هيك، والناس رح يبطلوا يحكوا عليها بالعاطل. ايه ايه استاذ، بهالحالة نحنا رح نتعرف على بعضنا اكتر. شو قلت؟ رح تجي ما؟ شكرا لك على عزيمتك، اكيد رح نجي. اعطيني ابني. لكن تفضلوا الحلو. علق بقات الورد منيح، وحط لي الورد كله هون، لا تترك شي فاضي، ما بدفع لك اذا ما بتخلص. وهدول حطهم مع بعض. يلا ابني روح غير لي هالقميص تبعك، شكله مو حلو، ما خرج الحفله. ايه رح غيره، ما تخاف ما رح البسه لهاد بالحفله، بس خليني خلص من الزينه. ماشي يلا كمل. تاخرنا شوي. يلا يا جماعه شوفي بنتي، ما بدك تجهزي حالي؟ ما بقى الا يوصلوا. شو القصه؟ لحظه مو هيك، مستحيل يكون في حفله بهذا البيت وتكوني مبسوطه، بتضلي معصبه. مانسي وين مهيك؟ ما بعرف، يمكن بالمطبخ. شو عم تعمل؟ انا رايح اجهز حالي. بدي احكي مع نهال. ماشي رح شوف. اهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا، شرفتوا. مرحبا. اهلين عمي. اهلا وسهلا، كيفك يا ابني؟ اهلا وسهلا. تسلم ابني. اهلا وسهلا، يلا امشي. تفضلوا. اهلا وسهلا، تفضلين. مرحبا يا جماعه، كيف؟ مرحبا. مرحبا بلوانت، كيفك؟ شو هالجمال، طالعه حلوة كتير يا بنت حماي. أنا نبهتك قبل ما تكملي الحفلة بس أنت ما سمعتيني. ما تتدخلي أبداً، فهمتي ولا حرف. أهلا وسهلا. إيه الأمور كلها بخير. لا 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 طالعة حلوة كنتي. طالعة حلوة كتير مهيك،
يلا خلينا نبلش بمراسم الزواج. يلا استني شوي، ناطرة ضيوف مميزين وما وصلوا. قلتي ناطرة ضيوف؟ مين؟ ليكن هون، وصلوا أخيراً.